به السلام عليكم. اليوم حبيت احكي لكم على موضوع اخر ومشكله اخرى، مشكله عائليه لما حالها وديما تسمعوا بها، مشكله كلفار القطوس. كلفار القطوس بيني وبين الماء كل يوم تجيني تقول لي خرج لي حاشاكم الزبله فضلت المنزليه، خرج الفضلات المنزليه نحطوها قدام الدار، تجي من بعد تلقاها مفرطه مقطعه شكاره حاله تحليله. شكون اللي قطع فيها وشكون اللي قاعد يبربشه؟ القطاطس. تو ولات عندي مشكلة مع الفضلة المنزلية ومع القطاطس. أي قلنا شو الحل نتاعها تو؟ كان باش نخرج الفضلة المنزلية قبل ما يجيو جماعة البلدية بستة وسبعة سوايع، يجيو الصباح يقاوم فرطة أمورها تاعبة قدام الدار، وكل واحد خارج منها، وحتى باش يجيو مساكن باش يجيو يلموها بعد يحطوها فك الكاميون نتاعهم، يهبط يطبس وتعب وكذا مشاكل. أي قلت نعملوا وضع حد للمشكله هذه. شنو هي الفكره اللي جاتنا؟ قلنا نمشيو نعملوا اختراع. هو اختراع عادي، هو معلق. عندنا معالق اللي يعلقوا فيها الكبابس، وعندنا معالق اللي يعلقوا فيها الاكياس نتاع الزبله اللي هي حشاكم الفضلات المنزليه. ولينا عملنا معالق، والمعالق هذوما علقناهم قدام الدار وحطينا فيها الفضلات المنزليه. يجي العاون تاع البلديه بكل ارتاحيه وما غير تعب ما غير حتى شيء، يهز الفضلات يحطها في الكاميونه. ننصح بها جيراني كل واصحابي والعباد اللي قاعدين يسمعوا فيه باش يعملوا المعلق هذايا، وما يتكلف لهم حتى شيء، ما يفوتش حكايه. اذا عنده حديد في الدار يقص وحده ويمشي يعمل عند الحداد هاك الوحده هاك المخطاف هذاك يعملوا عند الحداد، ما تكلفوش حتى 10000 فرنك. ننصحكم الناس الكل باش تعملوا المعلق هذايا. هوب شوريكم النموذج اللي انا عملته، وعملت الكعبه لي انا وعملت كعبه لجاري، وقلت لا باش نعملوا في الحومه كامله، وبعد اذا هما حبوا تنعملوا في الكرم كامل. هاي تفضلوا شوفوا. وتوا باش نوريكم النموذج اللي عملته انا، عملت كعبه لي انا عملت كعبه لجاري. هذه باش نوحى حدوته هنا باش تو القطص. شوفوا القطص هنا، شوفوا القطص قداش قطص القطص هذه. تو نحطها من هنا نقطعها قطعه وصيفرتها وتصيدها من الاول جديد احسن. شوفوا اللي عملنا من تفريط القطط. القطط حيوانات بالطبيعة مش لو ما ياكلوا ديما يفرطوا الزبلة، ولهذا خلال محل وان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله تعجبكم الفكره.